ليو ميسي. شوفوا التمريرة عرضية. نيمار دفاع ممتاز والكرة تخرج تماس يضيعها المهاجم. في نفس اللحظة المدرب يستهلك بكل التبديلات القانونية والمسموح بها. أريان روبن لاعب آخر في المساندة. ماريو كوتسي كرة باتجاه ليفا ليفاندوفسكي. اعتراض المدافع ينقذ الموقف على فريقه. ليفاندوفسكي لقب ذهب ينفرد بالكرة. تسديد في آخر دقائق، هدف يساوي انتصار. بالفعل هل تصدق ذلك؟ كان التعادل على وشك مع اللحظات الأخيرة، لكن الآن يستطيعون تسجيل هدف الانتصار.